بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسن سامي إنجليش. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض يونت 1 لـ Ongoing Assessment and Exams من كتاب جيم، اللي هو كتاب التقييم المستمر. الوحدة الأولى دروسها من Lesson 1 لغاية Lesson 6، أنا حلاه قبل الفيديو عشان خاطر الوقت. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بيج نمبر 4، طبعا الكلمات هنسمعها بالشكل دوت، سهلة جدا. بيج نمبر 5 الامتحان، عندي هنا في الديالوج الكونفرسيشن حاتم ومحمد. حاتم بيقول كان اي اسك يو سام كويشن، ممكن اسالك بعض الاسئله؟ قال له يس اوف، اول ما اشوف كلمه اوف يبقى اكيد، او حرف الجر اوف اوف كورس. نقط ار يور هوبيز، اي بلاي سبورتس، يبقى وات ار يور هوبيز، ايه هي هواياتك؟ انا بلعب رياضه. نقط يو بلاي سبورتس، طبعا اي بلاي سبورتس اون هوليديز، قلت وين دو، قلت وين عشان بيسال عن الميعاد، انت بتلعب رياضه امتى؟ في ايام الاجازات او في الاجازات. ودو ديت كفعل مساعد عشان بلاي ما فيهاش اس، فهجيب الفعل المساعد دو. وين دو يو جو سويمينج، بتروح السباحه امتى؟ اي جو سويمينج افري ساتردي، كل يوم سبت. اي جو سويمينج افري ساتردي، كل يوم سبت. Do you have other hobbies؟ هل انت عندك هوايات اخرى؟ Yes I play drums. The drums on Mondays at home. انا بلعب يعني على الطبلة، او يعني زي موسيقى كده يعني في البيت. طيب، عندي في الفوكاب my grandfather is my father's or mother's father، يعني الجد هو ابو الاب او ابو الام. my father is proud of، proud تاخد حرف الجر of معناها فخور بي. proud of me because I get high marks in the exams، عشان انا جبت درجات عالية في الامتحان. نقط is a group of people who play music together، طبعا ايه هي مجموعة الناس اللي بيلعبوا مع بعض او بيعزفوا، قصدي يعني بيعزفوا موسيقى مع بعض، اسمها band، هي الفرقة الموسيقية. my brothers are twins they are the same age، اخواتي نفس هم توأم، هم ليهم نفس العمر. this bed belongs to sandy، طبعا belong بتاخد حرف الجر to. my uncle is ill، عمي تعبان. I'll visit him tomorrow، انا هزوره. انا طبعا عايزه ضمير مفعول. كريم's mobile phone is new، يعني كريم موبايل جديد. but mine، لكن بتاعي انا isn't، ليه قلت ماين مش ماي؟ عشان ماي ديت بتعوز كلمة بعديها، لكن ماين ما بتاخدش كلمة بعديها، بتيجي هي كده مستقلة مع نفسها. I like playing، I like playing chess. This bag is hers، هذه الشنطة تبعها بتاعتها. my father gave me a present، بابايا أعطاني هدية. طبعا unit 1 lesson 3 and 4 هنسمع الكلمات، عشان الكلمات دي بتبقى مهمة جدا. في الرقم 7 بقى بيج نمبر 7 في الدرس الثالث والرابع. هلو امير، هاو ار يو؟ اي ام فاين ثانكس، طبعا هاو ار يو دي واخدينها من كيجيهات، يعني كيف حالك. دو يو هاف اني هوبيز، هل عندك اي هوايات؟ يس اي لايك ريدنج، ممكن اقول سويمينج، بس هو ليه قلت ريدنج بالاخص؟ عشان لو كملت المحادثة هتعرف ان هو بيحب القراءة. Where do you read؟ انت بتقرأ فين؟ In the library، في المكتبة. What about you؟ ليه قلت what؟ عشان دي expression على بعضه، وماذا عنك؟ What about you؟ I like playing chess. Do you play it online؟ هل انت بتلعبها online؟ Yes of course that's great. Okay. My dad goes to the airport to catch a plane to Morocco. ليه catch a plane؟ دي برضو expression يعني تعبير على بعضه، معناها يلحق بالطائرة. It takes 5 hours to fly to Paris، بتاخد 5 ساعات عشان نوصل لباريس، او عشان نسافر بالطيران لباريس. An orphan is a child with no mother or father، اليتيم هو اللي ملوش اب او ام. My uncle travels to many countries، he has many adventures، عمي بيسافر لكثير من البلدان، هو عنده مغامرات كتيرة. He sleeps in the attic، هو نايم في صندرة. at the top of the house، في أعلى المنزل. هيدي sleeps in a bed in the attic of the house، هيدي بتنام في سرير في الصندرة في البيت. منى doesn't want to get ice cream، تلي doesn't عشان منى دي شي، ولازم بتاخد doesn't لو في نفي. do your mother، طبعا ما ينفعش عشان your mother ديت مفرد،
Does your mother cook good food? My brother doesn't play. خطأ، لازم play، لازم infinitive مصدر الفعل بعد doesn't، عشان كده أقول play. They travel to many countries. ليه travel من غير s؟ عشان they ما بتاخدش s للفعل. عندي lesson 5 and 6. طبعا هنسمع الكلمات بالشكل انتوا شايفينه ده، وبعدين نحل الامتحان. الامتحان bridge number 9. Do you have friends Yemen? Yemen, yes I have many. What's your best friend's name? He is called Khalid. How old is he? He's 12 years old. How old ليه؟ يعني كام العمر؟ عشان عرفنا منين من عمره تحت اهو. What is his favorite food? His best food او his favorite food، طبعا favorite هي الاصح، is fish. What are his hobbies؟ ايه هي هواياته؟ His hobbies are reading and music. حبيبة مرزوق is a top gymnast in Africa and she wants to go to the Olympics. هي top gymnast في افريقيا. All players train for hours to be fit. كل اللعيبة بيتمرنوا ساعات عشان يبقوا fit. Hurry up خالد. We have no time to lose. اسرع يا خالد، ما عندناش وقت نضيعه. People should balance between work and family. لازم الناس توازن ما بين عملهم وعائلتهم. We usually watch TV in the evenings. احنا دايما بنتفرج على التلفزيون في الامسيات او المساء يعني. They visit their grandparents every Friday. يعني ليه فيزيت؟ عشان زي ما بتاخدش اس. He doesn't play in the street. هو ما بيلعبش في الشارع. My brother studies French every Thursday. studies ليه؟ عشان my brother ديت مفرد. gymnastics، احنا قلنا gymnastics هي سنة أولى، أو mathematics تاخد اس. is my favorite sport. my parents، طبعا عشان هما جامعة ما ينفعش أقول doesn't، هتبقى don't work on holidays. ودي كانت نهاية حل يونت 1 من كتاب التقييم المستمر لكتاب جيم لسنة أولى إعدادي لعام 2022. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. ما تنساش لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس. كانت معكم سوسن سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.